عبارة عن السجن هذا الحبس. أما يعني ريت مشكلة كبيرة في الهرسة الأمنية من الشرطة ومن مع يعني إنسان ريت صارت له مشكلة مرة ما عادش ما عادش ينسوه أصل، سواء عمل ولا ما عملش، مظلوم ولا مش مظلوم، يبقوا ديما يتبعوا فيه ويبقوا ديما مضايقينها له ويبقوا ديما موجهين له التهم الكل حتى بعد السجن. هذه انت بالنسبة للأمن في بالضبط تطاوين. انت مسلمين. انا حبيت، انا خذيت تجربة واحدة اخرى وسجلت معها والكل. انا حبيت على تجربتك انت، باعتبار انت تجربتك خلينا نقول فريدة من نوعها، وتحكي او تحكي قصة فتاة شجاعة ما سكتتش على ممارسات معينة، كانت ذكية برشا في تصرفها مع مدير السجن اللي حب يتحرش بها، سجلته بعدين خذت حقها. لهذه هذه قصة لازمها تتحكي، لأن هذه عبرة لبرشا بنات، مش إنه سكيت ما هوش حل، بالعكس أنت لازم تتكلم وتدافع على حقك، خاطر تعرف روحك اللي أنت مظلومة واللي أنت بالعكس سحبت حق. ومهما يكون الشخص ذاك في منصب ولا في سلطة، أنت راهو قادرة تاخذ حقك، لكن بطريقة ذكية كيف ما عملت أنت بالضبط. إيمانا منك إنه البرة فما مؤسسات مجتمع مدني، فما دولة قائمة وقادرة إنها تعطيك حقك. هذه هي الرسالة اللي نحب نوصلوها، إنه مش كل الخروقات والتجاوزات ينجم يتسكت عليها مسلمين، فما خروقات وتجاوزات نجم نفضحوها ونكشفوها وناخذوا حقنا. ايه صارت المشكلة هذه بالضبط، انا حكيت معاها وبقيت متواصلة معاها إيه ديريرمون، انا كلمتها وحكيت معاها ديجا في إيه التليفون. إيه باهي انا اسمعيني يا زهور اختي، انا تو في الدار إيه مامبا هيك نشد بيتي، كانت انت ما زلتي ساهرة، مش ما يعني عنديش مشكلة معاها، ما انا ما عندي مشكلة حتى مع حد. إيه بعد ما دخلت الحبس انا حتى دارنا ما قبلونيش، نسكن وحدي، عالم بيا ربي كيفاش متبهدلة. هي نظرة انا العائلة اختي تجي ناخذ في من دواء الدم، هي دواء الدم خذيتها في الحبس وناخذ ناخذ فيه تو، هاني تو قاعده ناخذ فيه من 2016، وهذه يعني تكلمي الحاكم الحرس ما يجيكش في وضع زي هذا، يعني شنو اللي باش تجاوبي، شنو اللي باش تحكيه، ما فريمون. هو ما بدا عندك البروف وعندك الدليل تنجم تمشي تشكي على روحك، وبقدرة ربي حقك تاخده بالقانون، ما بنسيت حد في نهاية الأمر. أنا هكا بس مش انت تتفيدها تكلمها تحكي لها الموضوع هذايا، عندي الكرافات كلها تو قلت لك، يعني فريمون انت نكلمها، هي بالعكس تشكر فيك برشا، فهمت؟ في كلمها بالي انا ما حبش اقلقها في الليل تو، لا مش حتى ليل، مش لا نلقاها كنا لا كتير ما لقيتهاش امي معايا. اسمعيني هاني هبعت بس لك تبعت لك هي مش تبعت لك فيسبوك، ادخلي على الفيسبوك متاعي شوفي فيسبوك كنت شنو مهبطة هذا تشوفيه الموضوع علاش كلها صار. بيشمنا فيها، تنرجعوا له بعد الموضوع هذاك، خلينا نحكيو على الموضوع الاخر ومن بعد تنزيد نبعث الريم. انا نقولها تكلمك، مش خير تكلمك هي افضل على الميسنجر. إن شاء الله تكلمني والله تكلمك تكلمك تبلوكيت، ما يعني عندهاش حتى ما عندهاش حتى أنا مشكلة. أنا خفت أني تو ما عاد فاهمة شي، راه إنسان تو عيدي رسول الله يسمع كلام زي هذا فريمون. لا ما تخافش ما تخافش، شوف هذوما ناس تخوفك هي ما اكتر. خافش، أنا قلت لك، أنا قلت لك دخلت الدار 9 نتاع الليل حسيت بتصير لي حكاية، صدقيني حسيت بتصير لي حكاية، يضرب فيا النوم وخايفة مانيش نجمة نرقد، قلت كان قعدت شاده هيك التليفون نلعب بالتليفون هيك لعبه في التليفون، سمعت اللي شفت المره الاولى مع الماضي ساعه ودرج، نسمع في الحركه نسمع في حركه، شربت شربه مي رجلي ما عادش قادره نبلع، وريتي نطلب في العباد اللي دايره بيا اقرب عباد دي في الحومه، ما تحصلت حتى على حد، قربت قدا جيراننا باش ندق عليهم من الحيط، شربت شربه مي وشهدت خرجت قلت ربما تصير لي حاجه، خاطر حسيت الحركه تقرب لي سبحان الله، انا كي ضربت ضربتين على الحيط ونسمع في الحفله تجري ولا جري في المنشر من تالي، انا من اللي سمعت الجري في المنشر من تالي عرفتها من تالي مش من قدام الحفله، حلت الباب الاول والثاني وخرجت نجري والنادي نعيط.